تعالى بقى الفتوح تصريحه نحو فتوح. بص اولا انت بتقول ان القب الوقف بتاعه يخلص بعد شهر، لا يخلص 15 ديسمبر، 15 ديسمبر، وان عدم اعتذاره بيزود من موقف المجلس تجاه اصراره على عرضه للبيع. ايوه طب لو اعتذر هيرجع التمرين؟ اهو الكلام بتاع الكابتن حسين واضح. لا انا ما اعتقدش. بص مجلس الاداره الاعتذار هو السبيل الوحيد للمشاركة في المباريات، وحال عدم اعتذاره سيستمر التجميد. انا اعرف ان الكابتن معتمد قافل الفايل ده. وانا بقول لك الكلام ده ممكن يكون اتفهم بطريقة مش مظبوطة. فتوح خلص من الزمالك، انما هو في محاولات ان هو يجدد والزمالك يبيعه، انما مش هيلعب تاني. طب وايه اللي هيخليه يعمل كده؟ حق النادي فيه. هو انا اسف يعني، هو فتوح ايه قبل ما يجي الزمالك؟ ايوه كل لعيب مش حاجه قبل ما يجي اهلي وزمالك، لكن اقصد طيب خلاص اقصد اذا انت مش هيشارك، مش هتجهزه، مش هيدي، هيعمل كده ليه؟ يعني ايه الحاجه اللي هتقول له يعني في ظل ايقافه؟ يستمر ايقافه هو اللي خسران. لعيب مش يعني هيشارك مباريات مجمد كده لنهايه الموسم اذا ما جالوش اي عرض. اذا ما جالوش اي عرض ما يشاركش في المباريات. بالظبط كده. يعني هذا التصريح انت عايز تاكد لي انه رغم تصريح رئيس النادي، لان فتوح سيظل مجمد حتى لو اعتذر. مش هيلعب حتى لو عمل ايه. ده المفروض. انت اخدت قرار تربوي فما ينفعش ترجع فيه. ودي القرارات اللي رغم حبنا لفتوح كلعيب كوره كعنصر اساسي في نادي الزمالك، الا ان القرار مردوده اكبر كتير جدا من فتوح او اي حد زي فتوح، لان الزمالك اكبر من اي حد. هو على المستوى الفني انت بتعتبر فتوح افضل باك ليفت في مصر؟ افضل باك ليفت في افريقيا. اوكي. انما قرار مجلس الاداره قرار تربوي. تمام. هيمشي عليه يعني عارف، يبقى قانون في النادي. تمام. حلو بلدنا زي ما قلت قبل كده. طيب انما مهما كان امكانياته لا، قرار مجلس اداره اهم، لانه هيرسي لك قواعد تمشي على كل الاجيال اللي جايه. طيب التصريح الثالث كان عن زيزو والعرض اللي جاي له، قال مفيش عرض رسمي وان زيزو في الاخر من اصول النادي واحنا بنسعى للتدعيم. ازاي هنفرط في زيزو؟ احنا بنقوي الفرقه مش بنضعفها يعني. بحييه على التصريح دوت. هل التصريح ده يقفل الباب بقى عشان الهري الكتير على زيزو، ولا هتفضل الكلام على زيزو زي كل فتره انتقالات؟ والله بص، هو مين اللي بيتكلم؟ زيزو رئيس النادي. ايوه. لا مش زيزو. طيب خلاص يبقى بس كلام. بس هو كلام، وساعات والده بيلمح، انما زيزو نفسه بص كلام. ولا مره فاتت زيزو عقد في النادي ولا ملوش؟ ليه ولسه باقي فيه السنه الجايه كمان. خلاص. لغايه نهايه موسم 23 24. بالظبط كده. لما نبقى لغايه 25 25 اسف 24 25. تمام. فاللي بتكلم عليه السنه الثانيه، السنه الجايه. كلام مظبوط. كلام. فاهمني؟ انما زيزو زي ما قال، انا بحييه على التصريح ده. زيزو فعلا بقى اصل اصول النادي زي شيكابالا يعني حاجه كده. لكن انت كدا مش مع التفكير ان عملي شويه او واقعي يقول لك طب ما الزمالك عنده مشاكل ماديه، ممكن بنهايه الموسم زيزو يمشي والفلوس دي تحل مشاكلنا ونقدر نجيب لعيبه ونقدر نعمل؟ انت مش مع الفكره دي؟ احنا انتخبنا مجلس الاداره اولا لثقتنا في اخلاقيات الناس اللي موجوده واحترامنا وتقديرنا ليهم، وثانيا ان هم يعملوا فرقه كره قدم، فرقه تليق باسم وحجم نادي الزمالك. تمام. يبقى انت كعفة نصار مع تقديرك للمجلس، لان في حاجتين ثلاث حاجات ما فيهمش هزار، انه القيد لازم يتفتح في يناير. طبعا. ان زيزو لازم يكمل مع الزمالك اكيد، وان فتوح ما ينفعش يرجع يلعب تاني في الزمالك. لا خالص، ولا هو ولا صبحي ولا الزنار. طب دول الثلاث حاجات اللي حضرتك بتاكد عليهم. اكيد. تمام. كابتن عفت، اخيرا انت شايف الزمالك يستطيع استكمال مشواره في الكونفدراليه؟ لغايه المجموعات، انما بعد كده هيقابل فرق محتاج مصنفة. تدعيم اقوى من كده. محتاج تدعيم كويس، محتاج للدوري تدعيم كويس، محتاج لكاس مصر تدعيم كويس، محتاج لاسم نادي الزمالك لعيبه تكون جديره بارتداء تيشيرت نادي الزمالك. كابتن عفت نصار بشكرك شكرا جزيلا.